عاد التنفس المحموم ليلقي بظلاله على محافظة نينوى بنحو أربك المشهد السياسي بالمحافظة التي لا زالت تعاني من الخراب والدمار الذي خلفته الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. مسلسل الصراع على منصب المحافظ والمساومات السياسية عليه قديم جديد بحسب محللين، فبعد إقالة المحافظ نوفل العقوب الذي تطارده الكثير من القضايا وأوامر القبض الصادرة بحقه على خلفية حادثة غرق عبارة الموت وتشكيل خلية الأزمة، انتخب في 13 أيار منصور المرعيد محافظ جديد لنينوى بعد شد وجذب واتهامات بين السياسيين رغم وجود قرار لمجلس النواب بالتريث. واليوم وعلى الرغم من وجود قرار مصوت عليه بأغلبية أعضاء مجلس النواب يجمد عمل مجالس المحافظات، لم يمتثل له أيضا مجلس محافظة نينوى وأصر على شرعيته واستمراره بعمله. مجلس محافظة نينوى بعقده لهذه الجلسة هو يعمل بقانون 21 لسنة 2008، وبالتالي فإن عقد هذه الجلسة هو وفقا للقانون ووفقا للدستور، وبالتالي فإن هذه الجلسة هي جلسة قانونية، وإن شاء الله سوف تستكمل هذه الجلسة بإصدار المرسوم الجمهوري من قبل فخامة رئيس الجمهورية بأسرع وقت. مجلس نينوى أكد تقديم المحافظ منصور المرعيد استقالته وعقد جلسة في 19 تشرين الثاني رغم تحذيرات البرلمان العراقي للتصويت على طلب الإقالة وصفها الكثير بغير الدستورية. محافظ نينوى قال إنه لم يقدم طلب الاستقالة الذي عرضه مجلس نينوى أمام نوابه للتصويت عليه، مبينا أنه لا زال مستمرا بمهامه الوظيفية وفق القانون والدستور العراقي. بلغنا قبل قليل من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء على اتصال مع الأخ الأمين العام، أبلغني بالاستمرار بالعمل حيث هذا القرار اللي اتخذ اليوم لا يشكل أي شيء وليس له أي تبعات فيما يتعلق بنا، تبعات لربما تنعكس على أعضاء مجلس المحافظة. وعلى الرغم من إقرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بالإقليم ببطلان جلسة وقرار مجلس محافظة نينوى الخاص بإقالة المحافظ، إلا أن المجلس لم يكتفي بذلك بل سارع إلى فتح باب الترشيح لشغل منصب المحافظ أمام الشخصيات التي تتوفر بها الشروط اللازمة. تم استلام 3 مرشحين من قبل اللجنة القانونية، وقد انسحب أحد المرشحين أثناء جلسة المجلس اليوم، وبقوا 2 وهم السيد عبد الحكيم وكذلك السيد نجم الجبوري. اليوم تمت إجراءات عملية التصويت وفق القانون، وفق الإجراءات الصحيحة والتي نص عليها قانون 21 لسنة 2008 والتي نعمل عليها ووفق الدستور العراقي. وتم انتخاب السيد نجم عبد الله عبد الجبوري محافظا لنينوى بإجماع الحاضرين. وعلى وقع السجالات نصب اللواء نجم الجبوري الذي فاز بأغلبية أصوات أعضاء المجلس محافظا خلفا للمرعيد الذي أكد أنه لن يتخلى عن منصبه ويبقي الصراع قائما حتى صدور القرار الفصل من الجهات ذات العلاقة.